تمام يا باشا. ايه اخبار السجن النهارده؟ مظبوط زي الساعة يا باشا. نزل الغذاء للعنابر وحصليني. حاضر يا باشا. ده وتلبسي لبس السجن وتشيل البويه دي على وشك والدهب ده كله يتصادر ويتسبب بلاغات. انا ما شفتكيش هنا قبل كده. حضرتك شرفتينا امتى؟ جيت من اسبوع. اسمك؟ طهره. تهمتك؟ اداب. طهره قوي.
المسجونه دي بتعمل ايه هنا يا بس سجانه؟ تتنقل عن بره فورا. حاضر يا باشا. وانقلك دي كمان؟ سيدة الذكر دي كل يوم ضربانها مسجونه جايبه لي عاهه مستديمه. دفاع شرعي يا باشا. لا انت بقى تفضلي هنا في عمر الماموره. ماموره؟ حد الله سعاده الباشا. ليه انت مش مسميه نفسك الماموره؟ اسمع بقى ما اقول لك، انا بسمع دفه النمله في السجن هنا. ها؟ اسبوع تاديب. اسبوع انفراد يا باشا، ده ظلم يا باشا، ده حرام. ولو اي حد وصى عليكي بعد كده حواريك الويل. يا ام ويل طايله، تاخدي الذهب ده كله دلوقتي. حاضر يا باشا. نفذوا الامر، وانت حصليني على مكتبي. احنا اكتر من اصحاب يا طنط، انا بحبك زي ما تكوني ماما. الله يرحمها. تفتكريها يا ايه؟ لا انا كنت صغيره قوي، بس اكيد كانت حلوه وطيبه زي كده. طنط راويه. ايوه يا حبيبتي. انت متجوزه بقالك كتير؟ ايوه. ليه؟ طب ليه ما عندكيش بنت كنت حبيتها ولعبت معاها؟ كلي الايس كريم قبل ما يسيح. ايوه استهانم، لسه واصل المطار. طب خلي السفراج يغديه على بال ما اوصل. ايه؟ حاضر استهانم. خلاص يا طنط بعديك وصلتيني. يا سلام، ايه مش عايزاني اطمن على الحاجه؟ يلا تعالي. اهلا. مساء الخير. طنط راويه هي اللي جابتني من المدرسه وقالت لازم تطلع تسلم عليك. بنت اصول يا بنتي، اتفضلي. ميرسي. اهلا اهلا، نورتي البيت. اهلا وسهلا. اتفضلي يا بنتي، اهلا بيكي. طمنيني على صحتك. او ايام ابقى مستريحه وفجاه تجيني الازمه واحس ان قلبي هيقف. اتفضلي يا بنتي. سلامتك الف سلام. مش الدواء برضو عندك؟ دايما عندي علبه احتياطي، لكن اول امبارح ما لقيتهاش جنب سريري، ما بقتش قادره ادور عليها، وكنت لوحدي وآية في المدرسة. يا خبر، وبعدين؟ اضطريت أطلب حازم في السجن، جاني طيران. معقولة يا طنط؟ ما طلبتنيش ليه؟ ده أنا نمرتي عند حضرتك، ده أنا كنت جبت لك دكاترة الدنيا كلها. عارفة يا بنتي، بس ما حبيتش أقلقك. يا خبر، هو أنا مش زي بنتك ولا إيه؟ طبعًا يا بنتي، وأنا لو كان ليا بنت مش هتبقى أعز منك. ده شعوري وغلاوتك من يوم ما اشتريتوا الفيلا اللي قدامنا وسكنتوا فيها. يبقى خلاص، انا حاجة اطمن عليكي كل يوم، ومن فضلك ما تتعبيش نفسك، وانا كل يوم الصبح هبعت لك حد من الشغالين اللي عندي. بابا جه. اهلا اهلا. ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله. ازيك يا ماما؟ الله يسلمك يا ماما. لقيت لك الدواء بتاعك، كل ما هلاقي منه هجيب لك كمان. تستني بس يا حبيبتي. انت عامله ايه دلوقتي؟ انا النهارده الحمد لله كويس. طب الحمد لله. طب خلنا ايه بقى يا ماما؟ يا بنتي انت باين عليك جعان قوي. هموت من الجوع. اهلا. عايزه ايه بس؟ اهلا اهلا مدام راي. اهلا حازم بيه. ازي صحتك؟ الله يخليك. انا الحقيقه مش عارف اشكرك ازاي عشان اللي بتعمليه لآية. يا خبر، آية دي حبيبتي. يا ريت بقى في يوم اجازتها تسمح لي افسحها معايا. لا لا لا، كله الا يوم اجازتها. يوم اجازتها ده هو يوم الاجازه بتاعتي، اليوم الوحيد اللي بقعده معاها. اتفضلي حضرتك. مش كده ولا ايه؟ ايه ايه؟ يلا يلا. في الشقاوه بتاعتي. احنا بنروح نادي الشرطه، ما تيجي معانا يا طنط؟ ايه ده معقول برضه يا ايه؟ ليه لا؟ عندك مانع؟ يا خبر، ده يبقى شرف كبير جدا ليا، حتى هتبقى فرصه كويسه اتعرف على درويش بيه جوز حضرتك.
الدرويش اصله مشغول على طول، ده ما بيقعدش يومين على بعض في مصر. يا خسارة. عن اذنك. مع السلامة. واي بضاعة في المطار خلي المخلص طلعها فورا. ماشي. ودوها المخازن بتاع العملية. ماشي. مساء الخير. اهلا حبيب القلب. وحشتيني. ايه ما بتاكليش ليه؟ مد ايدك. ماليش نفس. ده انت نفسك السادس لما شفتيني بقى. ما شغلك ايه؟ كل الفل. صحتك. انا طالع اوضتي رايح. النسوان مرد بقى قال. هذا النسوان اللي صح. عايز ايه؟ عايز ارتاح شويه. روح نام في اوضتك. انا عايز ارتاح. هنعيده من تاني ولا ايه؟ هنتفق من اول وجديد. ابعد عني. هنتفق من اول وجديد. بحبك ووحشتيني. اطلع بره. اطلع بره. اطلع بره. اطلع بره. ميرسي جدا راوي هانم اللي جيتي معايا. ايه ده انتوا لسه هانم وبقت ما بقتوش اصحاب ولا ايه؟ بيتهيألي بقينا ولا ايه رايك؟ طبعا بقينا اصحاب. طب ما تتفضلي انت يا راوي هانم وانا هاجي لكم على طول، بس هغير هدومي وهاجي. راوي يا راوي هاجي لكم على طول. صباح الخير يا رز. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. صباح الخير. اقعد يا قلبي. مبسوطة يا آية؟ مبسوطة خالص يا طنط راوي عشان تيجي معانا. ربنا يخليكي. وانت مبسوطة؟ ما تصوريش قد ايه. طيب ايه رأيك بقى في بابا؟ المهم هو رأيه فيا ايه؟ ده أول مرة يعزم معانا واحدة ست. أهو جه. يا رزق. أيوه فهمت. ايه انا اتاخرت عليكم؟ لا ابدا. انتوا ازاي ما طلبتوش حاجه لغايه دلوقتي؟ انا عايز ايس كريم. وانت يا طنط؟ انا هاخد زي بابي. انا هقعد اسيب لفوق. اوكي. متر. ايوه فندم. عايزين واحد ايس كريم واثنين عصير ليمون. حاضر. استنى لو سمحت. ايوه فندم. خدت سؤال من الكاميرا دي؟ انا يا فندم. استنى لما اجي. هتعملي ايه؟ حاضر. هتعملي ايه؟ خد لنا بقى صوره عائليه. يا ماما اقعدي انت بس اقعدي، انا بحب اعمل سندوتشات بس اقعدي بس اقعدي اشربي الشاي بتاعك على رواق. قلت لك شوف لنا حد يساعد في البيت. ما احبش حد يجي البيت هنا وانا مش موجود، وبعدين انا بحب اعمل كل حاجه بنفسي. فيها ايه يعني؟ ايه
شايف انك مهتمه قوي بشعرك. حركة عصبية بعيد عنك. ده انت راوي احلى حاجة فيها شعرك. مش كده ولا ايه؟ كل سنة وانتي طيبة. وانتي بصحة وسلامة. يلا. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Aya. Happy birthday to you. سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة يا آية. سنة حلوة يا جميل. ممنوع الدخول هنا لعنايه مركزه. الحمد لله الحاله كويسه دلوقتي. كويس انك دكتور يعني في الساعات الاولانيه. هي كانت بتشكي من جلطه في القلب واتلحقت الحمد لله. اهلا يا حازم. اخبارها ايه دلوقتي؟ لا اطمن ان شاء الله هتبقى كويسه. انت عرفت ازاي؟ كلمتني وصوتها ضايع خالص. على العموم هتبقى كويسه ان شاء الله. ان شاء الله. اقعد اقعد. انت ازيك؟ لا مش عارف اشكرك ازاي. على ايه بقى؟ انت محظوظه جدا، لولا الست اللي انقذتك وجابتك لغايه هنا كانت الحاله هتبقى خطيره قوي قوي. الحمد لله. نفس اريح دلوقتي يا حاجه؟ طبعا. دكتور لو سمحت. حازم بيه. اهلا اهلا. والدتي ازاي دلوقتي يا دكتور؟ الازمه كانت شديده لكن هتعدي باذن الله. طب هي هتقعد في المستشفى كتير؟ يومين او ثلاثه بالكتير. بس على فكرة لازم تاخد الدواء مظبوط بانتظام. لا بالنسبة للدواء أنا هديهولها بنفسي كل يوم. يا ريت. ومن كل أسبوعين أو ثلاثة كده تبعدوها عن جو القاهرة، تروح اسكندرية، الريف، أي مكان. مفيش مشكلة في الموضوع ده خالص، العزبة قريبة من مصر. طيب عن إذنكم. شكرا يا دكتور. متشكرين قوي. وبعدين معاكي بقى. إيه؟ هنبتدي نلخبط؟ بس ده كتير قوي. هزعل منك. طب أنا مضطر أروح أجيب آية المدرسة. سيب موضوع آية ليا. أنا اللي هروح أجيبها. خليك انت مع طنطي عن اذنك. متشكر يا رب. هنا ازاي؟ مفاجأة حلوة مش كده؟ ايوه بس ايه؟ مفاتيح طنط كانت معاه، اخبارها ايه طمني؟ كويسة الحمد لله، اتغدت ونامت شوية، قلت اجي استريح. تلاقيك ما اتغدتش. انا حضرت لك الغدا. حضرت لك غدا؟ معقول؟ دي كمان سويت لك قلت لك وحطيت لك بيجامة مكوية على السرير. كمان بيجامة على السرير؟ ايه هي اللي عملت كل حاجة، وأنا اللي ساعدتها، كده ولا مش كده؟ كده. كده؟ بتهيألي تغير هدومك على ما محضر السفرة. طيب. اتفضل. ياه كل ده علشاني؟ دي وليمه بقى. من هنا والشفا.
الله يهديكي. دوق الصنف ده بيتهيألي هيعجبك. هاي انت بتجاملني ولا ايه؟ لا حقيقي هاي. بس انتي مش هتاكلي انتي وهي ولا ايه؟ لا احنا سبقناك بالهنا والشفا. على فكره انا بحسد درويش بيه عليكي. بالمناسبه انا في البيت ما بحطش ايدي في اي حاجه، أقول الطباخ والسفرجي. يا في الحاله دي بقى درويش بيه هو اللي لازم يحسدني عليك. عايز اسالك سؤال وتجاوبني عليه بصراحه. اتفضلي. يعني انت بعد المرحومه مراتك ما اتجوزتش ليه؟ في الحقيقه ما لقيتش الانسانه اللي تناسبني. معقوله؟ ما لقيتهاش ابدا؟ منوره بصحابها. تعيش قشطه واللبن قشطه. بالهنا الشيخ يا حاج. ايه حسبي الله يا ايه. يا اهلا اهلا وسهلا يا ست ايه، نورت العزمه. خلي بالك مين هذا ساعة. دي ست الكل يا علي. يا اهلا وسهلا اهلا اهلا. حسبي يا حبيبتي احسنتوها على ايش فيك. امال بابا وطنط راوية فين؟ بيشم الهوا. برافو عليكي سبقتيني. ايه؟ يعني مش انت اللي خليتني اسبق؟ على العموم كلك ذوق. نسيت في لحظة انك ست متجوزة. انا بقى ما نسيتش رغم ان انا بعاني من الجواز ده. انا مش قادر افهم ازاي تتجوزي واحد ما بتحبيهوش. كنت سكرتيرة عنده، هو كان عايزنا اكتر من سكرتيرة، كان افضل حل هو الجواز. حازم انا مفيش حد في حياتي اقدر اعتمد عليه، أرجوك تفهمني، أنا محتاجة صديق أحترمه ويقدرني، صديق أقدر أفضفضله ويفهمني. أرجوك ما تسيبنيش. إيه؟ هتقدر تسيبني؟ العزبه نورت. باشا فين يا ولد؟ موجود. موجود فين؟ الست هانم الكبيره جوه اهي. طيب السلام عليكم. اهلا يا باشا. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا يا اهلا يا حاجه. اهلا بيك. خدامك درويش. العافيه درويش بيك. الله يكرمك. ده العزبه منوره. اهلا بست الحبايب، ازيك يا حلوه؟ بصي يا عمو درويش بقى، الله، ده انت متمظيه كبيره بقى، جيل تلفزيوني يا حاجه. أنا من رأيي بلاش نتقابل تاني. إيه اللي يمنع نبقى أصحاب؟ يا ريت نقدر، بس هيبقى صعب أوي. خايف من إيه؟ من نفسك ولا مني؟ أرجوكي خلاص، كفاية كده وانتهينا. بالسهولة دي؟ بصراحة الحاجة قلبها مفتوح لك، وآية ما تقدرش تستغنى عنك أبدا. الباشا وصل يا هانم. انت مش قلتيلي انه مسافر؟ الحقيقة هو ممكن يجي فجأة، ملوش مواعيد. يلا بينا. يا ألف أهلا وسهلا. أهلا يا باشا، العزبة نورة. نورة أصحابها درويش بيه. لا درويش بس، أخوك درويش. أهلا يا فندم. اتفضل. اللي رجعك بس مكتوب لي قابل سعادة الباشا. ده أنا أول السواق ما قال لي إن سعادتك منور هنا جيت طيران. كرسي يا ولد. هات
صاد على حجري يا كرسي يا عم يا عم الميه الساعه يا امي يا امي يا كرسي هنا يا دي النور يا دي النور اهلا يا باشا طمنيني يا فل قمت بالواجب مع الباشا ولا هتقصر رقبتي ما تقلقش قمت بالواجب وحدي والغدا اوعى يكون فراخ ووز وبط وحمام وكلام مسح الزور ده غدا الباشا لازم يتعلموه العيال في الكتب وادع جديد ايه ايه يا باشا تبيها عجالي وجوز خلفان للباشا عوامل يدبحوا دلوقتي وجب يا باشا من عينيا ايه ده 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 ليه ده كله بس واحنا ديك الساعه يا باشا اتفضل سعادتك معايا بقى لحد ما تحصل الالفه كده اتفضل سعادتك عن اذنك يا روان انا راجلكم اتفضل يا باشا اتفضل سعادتك يا باشا يا اهلا وسهلا دي بقى يا باشا قعده المزاج اللي ما يخشهاش الا كل عزيز وغالي ده النهارده زيارتك لينا تتكتب في التاريخ يا باشا مديها منكر لا انا ما بشربش عشان الشكل ساعتك ضريب بقى جاهز المساء لا من فضلك لو جبت اي حاجه مني انا همشي على طول خلاص يا باشا اتكل على الله يا جهاد هو ذنبي يا باشا اني عايز ارضيك واقول لك صواب العشره شمع ده كفايه يا باشا ان ساعتك واخد بالك من مدام في غيابي ده جملتك على راسي من فوق ده انا مطمن عليها معاك الا بقول يا باشا انا كان عندي سؤال ونفسي اساله لك اتفضل ساعتك ابن ناس وابن اصول ومش باين عليك لا مؤاخذه زي ما بيقولوا يعني هما مين دول بقى اللي بيقولوا والله يا باشا بيقولوا ان سعادتك شديد قوي على النسوان في السجن ده مهما كان سجن الحريم ودول برضه ولايا الا يا باشا ما بيصعبوش عليك انا مامور سجن بنفذ القانون ولوائح السجون يا باشا سعادتك راجل مخك كبير وحته القوانين واللوائح دي ممكن تطبق برضه حلواني طب ما تجيب من الاخر طلباتك لا يا باشا طلبات سعادتك الاول وانا شبيك له بيك مش لما افهم انت عايز ايه الاول واحده غلبانه عند سعادتك في السجن عزيزه عليا قوي وسعادتك شادد عليها شويه زياده دي مظلومه في قضيه مخدرات صبحي عبدين مش كده لا مصحصح يا باشا وانت بقى ايه علاقتك بيها انا بقى اللي حد سعادتك 3000 جنيه في الشهر اي كلمه زياده حالب عليك الترابيزه وانا في وسط رجالتي صحصح لي يا باشا انا اسمي درويش الكبير انت حيوان طب استنى يا باشا الكلام اخده وعطى خمس بواكي ماشي وعند الكبر حمار كان هيوقعني عشان حمار يلا يا ايه يلا يا امي هنمشي يلا امي هتمشي يعني ايه هنمشي دلوقتي حالا انا مبسوطه هنا مع كندر قوي قلت لك هنمشي يعني هنمشي يلا امي عايز في ايه خلاص يا استهانم انت مسليه اتكشفت حضرتك جايباني هنا عشان جوزك يعرض عليا رشوه ايه حصلت يا راويه رشوه ايه يا طن صدقيني انا ما اعرف اي حاجه كدابه اتفضلي يا امي حازم هنفهم ايه انا مش قابل اي اعتذار طب قول لي درويش فين هندي وجوزك فاهمين بعض كويس قوي يا استهانم انا اذنك بقى للناس ما امشي طنط اعملوا لي معروف قولي اي حاجه اسبقني يا حازم تعالي معايا اهي حتى لو كنت مظلومه جوزك غلط غلطه كبيره قوي حازم زي مرحوم ابوه طول عمره نضيف يلا يا ماما حاضر يا حازم وكرمته فوق كل حاجه انا عايز اعرف انت لبخت وقلت له ايه قلتلوش حاجه طلبت منه خدمه في السجن وعرضت عليه مبلغ ما يحلمش بيه طلع غبي ده انت اللي طلعت غبي كده يا راويه الواد حازم ده بقى دمه تقيل على قلب قوي بصراحه يا باشا انت اللي فاتح له الباب على الغارب قوي وانا عايزك تاخد بالك من الحكايه دي وتفتح عينك كويس ده جرى رجلي يا غشيم صبرك هنشوف مين اللي هيضحك في الاخر كل حاجه
لي بدل ما بهدلك. انا ماليش دعوه، انا ما اعرفش اي حاجه. ما بتهربي ليه؟ تمام يا فندم، مساعد ابراهيم خيري مباحث جنائيه. خدوها على البوكس، امشي اتفهمي. كنت خايفه، مش قادرة استحمل ضرب الرصاص، هربت. يا سعادة الباشا، دي واحدة ست قلبها رهيف، ملهاش في اللول خالص. ما تتكلمش لما اسألك. الهيروين ده اتظبط في الفيلا، تعرفي عنه ايه؟ ما اعرفش عنه أي حاجة. معقولة تبقي ست البيت وما تعرفيش عنه حاجة؟ ما اعرفش، صدقني ما اعرفش. تعرفي بس إنه بيشتغل في الاستيراد والتصدير والعملة والمخدرات؟ يا سعادة الباشا، الحاجات دي كانت مستخبية، واللي مخبيها المرحوم، الهانم ما تعرفش عنها أي حاجة. أنا سألتك وثبتت أقوالك، ما تتكلمش. أنت متهمة مع جوزك بإحراز المخدرات بقصد الإتجار. أنا مش هتكلم غير في وجود المحامي بتاعي، بعد إذنك. قررنا نحن وكيل نيابة الهرم حبس المتهم صقر سليمان عوض، والمتهمة راوية فراج صالح 4 أيام على ذمة التحقيق، ويراعى التجديد في المواعيد القانونية. استنى يا أختي، استنى، استنى يا أخويا، اتفضل يا عصفور. يلا يا أختي، وفينا ولع؟ يلا خد الدرج. بعد إذنك اتصل بالمحامي. مش محمد بتاعي. يلا يلا يا اختي الدوايه، يلا. يلا يا ست، يلا يا اختي. زكريا محمود علي. راوية، راوية الفراق سالم. معاك ممنوعات يا بنت؟ بتبصي لي كده ليه؟ يلا خشي، لا عمار، يلا تعالى فتشي قبل ما تلبسي جلابية العاد. معاك يا ممنوعات يا بنت؟ معيش حاجة. معاك يا بنت؟ هيكون معايا ايه؟ سلسلة دهب فص أزرق وعين، حلق دهب فصين، دبلتين. معاكي ولا مليم؟ أبوك يا نيلة وجابوك يا أشفورة. طب يلا يا أختي فوتي قدامي، ده أنت ما عندكيش ريحة النظر. بابا، أنت إيه اللي مصحيك لغاية دلوقتي؟ مش جاي لي النوم، أصل بفكر في الدكتور أوي. قلت لك مش عايزين نتكلم في الموضوع ده مرة تانية. يا بابا بحبها أوي أوي. ممكن قوي الانسان يحب بني ادم وبعدين يكتشف انه ما يستاهلش. طب ترابي عمرها ما تعمل حاجه وحشه. قلت لك مش عايز اتكلم في الموضوع ده مره تانية. وبعدين انت ليه مصحيك لغايه دلوقتي؟ فضلي خشي نامي، عندك مدرسه بكره الصبح. ليه كده يا ابني؟ ده انت عمرك ما زعلتها. غصب عني يا امي، اصلها متعلقه بيها زياده عن اللزوم. لازم تنسى كل حاجه عنها، لازم تنسى اسمها، لازم تنسى شكلها. كانك ابوك بالظبط، طالع له طبعك حامي وتقطع زي السيف. وهو ده الصح. مش يمكن يا ابني تطلع براءة؟ هو انت كمان صدقتيها ولا ايه؟ انت اللي تسرعت وحكمت عليها قبل المحكمة. القضية ثابتة، ده تلبس، وانا عارف كويس قوي المحكمة هتحكم بايه. مالك يا اختي، في ايه؟ مش عارف، مش عارف اللي بيحصل. اهلا، اهلا يا استاذ. اهلا يا مدام روي، اتفضلي، دي الحاجه اللي انت طلبتيها. شكرا قوي. ايه الاخبار؟ انا قريت تقرير النيابه وان شاء الله كله تمام، بس عايز اعرف منك الموضوع بالظبط. استاذ ثروت، صدقني انا متفاجئه باللي حصل. انا ما كنتش عارفه انه بيتاجر في المخدرات. مش قادره اتصور اللي حصل ده خالص، زي ما اكون في حلم. المشكله ان انا كمان مش عارفه اقابل
حازم شريف، بس من فضلك تتصرف، اعمل اي حاجه. اطمني يا مدام راويه، الجلسه السبت الجاي وباذن الله براءه. حضرتك ما شفتنيش الاسبوع اللي فات في المحكمه وانا بترافع في قضيه مخدرات، كان واخد اعدام، محاميين مصر كلهم جابوا له اعدام، انا في الاستئناف جبت له براءه، باذن الله براءه. بس قولي يا رب، قولي يا رب. باسم الشعب، بعد الاطلاع على مواد الاحاله ومواد الاجراءات الجنائيه، حكمت المحكمه حضوريا في القضيه رقم 85 لسنة 1986 جنايات القاهرة بالآتي: أولاً بمعاقبة المتهم صقر سليمان عوض بالسجن 5 سنوات مع الشغل والنفاس. انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم درويش عبد القادر الشناوي لوفاته. ثانياً بمعاقبة المتهمة راوية فراج صالح بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاس. رفعت الجلسة. محكمة! أستاذ عزة، الحقني أعمل أي حاجة أرجوك من فضلك. شد حيلك واستحملي شوية، وأنا بإذن الله هطعن في الموضوع. من فضلك روح لحازم قول له إن أنا بريئة، إن أنا ما عملتش أي حاجة. لو سمحت فأعرضك. أيوة مستجدة، أنت بتعيطي؟ ده أنا ما تعبتش في أيوتا سجن، اتحبست فيه كله بالفولي. اللي ليه ده ما يتعبش. ايه انت مفيش ضهر ولا لا؟ ما بقتش عارفه حاجه. يلا يا اخت، يلا يا ست، نزل شويه. يلا قدامي. النهارده 6 يا باشا. حكم بتوماتك سرقة وسنة. حكم بتوماتك قتال سنة. حكم بتوماتك قتل وعشر سنين يا باشا. وانتي حكم بتوماتك ثلاث سنين مخدرات. سجان المظبوط. ست ايام ساكنه انفرادي للتاديب ووصولها شعرها، والبين اتصرفي معاها على حسب التعليمات. اه ادلي كده. ناس تخرجيش. تعرفوش ان اي حاجة وحشة تجيبكوا هنا؟ تعرفوا ربنا من الاول. شاطرين دلوقتي.
نشوف دماغكم اشوف اللي بتعملوه. تعذيب من اولادشي دي ما حصلتش ابدا. لابد فينا. بقول لك يا نظري ده انت امي في داعيه عليكي واليوم هنا بسنه. خشي نزلي. بقول لك ايه؟ الميه للشرب والجردل للادب. تقعدي هنا زي الكلبه. ما بتاكلش ايه؟ مالك النهارده؟ انا ماليش نفسي. خدي من ايدي. لا معلش يا حبيبتي مش عايز اكل. معلش انا اصلي اتضايقت النهارده شويه في الشغل. اعصابي تعبانه شويه. يعني اذنكم. حازم. في حاجه مستعجله يا امي؟ عايزه اسالك سؤال. بس خايفه تتنرفز وتزعل. احنا هنرجع تاني الموضوع ده. هي سجنوها فين؟ ما جاتش عندك يعني؟ خساره. ما هي لو كانت محبوسه عندك كانت اكيد هتصعب عليك وكان يمكن تلاقي عندك شويه رحمه. ده انت ابني وانا عارفاك. لكن بقى مادام ودوها سجن تاني يبقى هدعي لها واقول ربنا يحنن عليها قلب المأمور. زنزانة ستة عارفة يعني ايه؟ حاجة من الاتنين لا يريحك لا يديكي تقبيضة. فوتي قدامي. خلي تعالي هنا. تمام يا سعادة المأمور. ايه دي؟ الإيراد الجديد. لا دي حلوة حلوة قوي. تشكر انت انصراف الحساب يجمع. عينيا هي حلوة بشكل حلوة قوي. ايه سوابق ولا مستجدة؟ لا 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 على الأرض. هي دي تيجي. السرير أحلى يا حبيبتي. مزاجك إيه؟ تنامي تحت ولا فوق؟ ما ترد يا مرة. اللي بكلمك دي المعلمة صبحية. صبحية لون. أنت صبحية لون؟ تمام يا باشا. نقلتيها نمرة ستة؟ أيوه يا باشا. بقالها قد إيه؟ ساعة كده؟ ما يجيش يا باشا. طيب كويس. تعالي معايا. فضلة خيرك يا تاج راسي. بقلاوة بالقشطة يا قشطة. الله ما تكسفيش ايد خدامتك بقى. خدي يا روح قلبي كل اسم الله عليكي. ده جوزي المعلم نجف الله يرحمه في حال المبتدأ
كان ساب من صبيان جوزك الله يرحمه درويش بيه الكبير، ومن دلوقتي انت معلمتي وانا صبيتك. كل يا روح قلبي كل المأمور. ايه الهنا ده كله؟ دي حفلة استقبال دي ولا ايه؟ لا دي زيارة قانوني ودخلالي في السليم يا باشا. واضح انكم طلعتوا معرفة قديمة. لا انا معرفهاش، انا اول مرة اشوفها. انا حطيتك هنا مخصوص، واديني اتأكدت ان السجن فعلا ما فيهوش مظاليم. من بكرة تنزل الشغل. حاضر يا باشا. حضرتك بتعملي ايه؟ تمام. امورك بتذاكري ايه؟ ميس جيومتري. جيومتري؟ انت عارفه بقى ان انا دخلت كليه البوليس مخصوص عشان كنت ضعيف جدا في الحساب بتاعك ده. قولي لي جيتي مع مين؟ مع مروه. مع مروه؟ انت عارفه ان انا كنت طول عمري بطلع كل الاباط بتقول كده. كنت بطلع الاول بس بالمقلوب. انا بقى بطلع الاولى بالعدل. ما انا عارف انك بتطلعي الاولى بالعدل، بس انا عايز اعرف طالعه لمين. ماما. طبعا لا مش ممكن ليا. يلا خدي بالك من نفسك. كملي مذاكرة بلاش شقاوة. صباح الخير. صباح الفل. تعالي هنا. تعالي يا مجنونة. هو يا شيخة؟ ازاي؟ انت اسمك ايه؟ رزق محمد عبد موجود. انت منين يا رزق؟ من طنطا مركز الصنطة. يعني اسمك ايه اللي بتعمليه ده؟ ايه؟ راجل على الاقل يبقى لنا واسطة جوه السجن. طب سيبك منه وتعالى. ازيك يا حلاوة؟ ايه يا مدام ما بترديش علينا ليه؟ ايه ده؟ واخده في نفسها قلم ولا ايه؟ يا جماعه ما تظلموهاش، سيبوا كل واحد في حاله. دي من ساعه ما جت وهي في التوهان. Let's go.
صباح الخير. صباح الفل يا حسن. انا جاي لك من طنطا مخصوص وجايب لك فطير مشالتي وشويه حاجات كده. فطير؟ ايه فطير. طب ما تتفضل معانا. لا متشكر، امي هي اللي عاملاها بنفسها. امك؟ ايوه عن اذنك. هي ايه الحكايه؟ السناره غمزت. دلوقتي الورد ده المصلحة وتجيلي على طول. حاضر يا باشا. الغيزة انصرف ولا لسه؟ لسه فعلا. طب وما انصرفش ليه؟ اتفضلي روحي السفينة. مدام راوية تعبانة وانت شاغل نفسك بيها ليه؟ بتغدر بيها. انا كنت حاسس باللي هيحصل. الواد المأمور ده طالع نمرة قوي. المستشفى لو ماتت هتبقى مصيبه. طب وهتعمل ايه؟ مش عارف مش عارف. لو ماتت السر هيموت معاها. ايه البرشام اللي عندك؟
انطعي. ما عنديش برشام. امال ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ بعد عنك دواء للقلب يا باشا، بعد عنك دواء للقلب. سيبك من الكلام الفارغ ده، في حاجة اسمها معمل وحاجة اسمها تحاليل. خليك حلو يا باشا، ده أنا قربت أخلص مدتي، حرام عليك تدبسني في 10 سنين، هو مفيش إنسانية يا إخواتي. في حاجة اسمها قانون. طب بعد حضرتك، بعد إذن حضرتك 5 دقايق بس، على انفراد الأول. إيه كلمة سر ولا لا يا باشا؟ بس بعد إذن حضرتك والنبي، بعد إذن حضرتك. خليك وأنتوا هنا. نعم. بقول لحضرتك إيه؟ سيبك شويتين كده من الكلام بتاع القانون ده وخليك معايا. انت في ايدك تفقدني وانا في ايدي اسعدك. قلت ايه؟ حد كان قالك عليا قبل كده اني باخد رشوة؟ لا، بس ما سمعتش عن واحد يرفض ارنب مقفول مليون جنيه. بس البرشام اللي زبطته حضرتك دلوقتي ده يتبدل بسبرين وتبعته للتحليل براحتك وتعمل محضر برضو كأنك في السليم. قلت ايه كده؟ طب والارنب؟ هعمل تليفون زغنون من مكتب حضرتك، وبعد ساعة زمن واحدة بس اتصل بالبيت عند حضرتك، هتلاقي الأرنب وصل في التقفيصة. تقفيصة؟ مش أنا اللي أعمل كده يا أمي طايلة. يا بس الجارة. الله الله، جارة إيه يا باشا متروق؟ تعالوا عشان تشهدوا معايا في المحضر. برشام ده ظبطناه عند المتهمة، والمتهمة لسه عارضة عليا دلوقتي مليون جنيه رشوة. اطلبوا لي رئيس النيابة دلوقتي حالا. حاضر يا باشا. كده برضو يا باشا. تمام يا باشا. تمام قوي يا سعادة الباشا. يلا بلاش. اقف عندك يا رزق. مش ممكن نعمل حاجة؟ للأسف شديد لازم حالة بتر فورا، بلوني امبوتيشن. بدر تحت الركبة. على طريق.
مش عارف يا دكتور، حاسس في زي رعشة كهربا كده. لا، أول ما تلبس الجهاز وتستعمل الجهاز كل ده هيروح إن شاء الله. ربنا سهل إن شاء الله. طلقك يا اتجوز عليكي، رضيت وجات العروسة عملتني خدامة ذل وبهدلة، ولما اشتكيت له ضربني. إله يا رب يتضرب، لكن أقول إيه بقى وحياتك؟ ما حسيتش بنفسي إلا وإيد الهون غرقانة بدمه. قتلتيه؟ لو اللي بتحاكمني واحدة ست كانت حست بناري، لكن القاضي راجل طصني 7 سنين اخرهم السنة دي. طب وانتي ناوية تعملي ايه؟ يعني لما هتخرجي هتشتغلي ايه؟ معرفش. مات ابو العيال في حادثة، وكان بيشتغل ميكانيكي في ورشة باليومية، وعندنا 5 عيال ومصاريفنا اكتر من اللي جاي. جريت على التأمينات ما لقيتلوش ملف. تعالي اقعدي تعالي. وبعدين صاحب الورشة الله يسامحه بقى ما كانش مقيده، خبطت على كل الابواب عشان حد يساعدني، ما لقيتش اي حد يساعدني، ما لقيتش غير الطريق ده قدامي. واول يوم دخلت فيه شقه اتقبض عليا وخدت 6 أشهر سجن. والعيال؟ ما هو ده اللي مجنني، ما اعرفش حاجه عنه. احنا عاوزينك تكمل معانا ومش هننسى خدماتك. وهو برضو عمل اداري. انا كمان يا فندم عمري ما هنسى سنين الخدمه اللي قضيتها معاكم، لكن انا في الحقيقه افضل انكم تسووا لي معاش. برضه مصر على تسويه المعاش؟ انا خلاص اخدت قرار. ايه
حاسس سواتك قوي يا رزق. ربنا يخليك يا سعاده الباشا. دي اخر مره هركب معاك، بس ابقى تعالى زورني. طبعا يا سعاده الباشا، وانا تحت امر حضرتك في اي حاجه. تمام يا فندم. ازيك يا حبيبتي؟ عملت ايه؟ خدت نيشان؟ طبعا خدت نيشان. عايز اشوف. طيب هات يا رز نيشان. اهو يا حبيبتي. ممكن اخده واجيب صحابي؟ خديه العبي بيتي يا صحابي. لا يا بابا، انت لازم تحطه في اوضتك. طيب يا حبيبتي. ازيك يا حبيبتي؟ بابا ده اعظم واحلى راجل في الدنيا. لا ده احلى انسان في الدنيا. كانت ايام حلوه قوي اللي قضيتها معاه. بابا ده بطل وطول عمره بياخد جوايز. حازم ارجوك يوم تسيبيني لوحدي. يا ابني ده انت كنت بين الحياه والموت. احمد ربنا انها جت على قد كده. يا ريتني كنت موت. الموت كان يبقى اهون عليا. اهون عليا من العجز. انا بقى عاجز. ليه؟ انا اللي كل دبه من رجلي كانت بتهز الارض كلها وتعمل لها الف حساب. يا ابني ده مقدر ومكتوب. ليه؟ كنت حرامي كنت كسبت مليون جنيه، لكن يكون نتيجة شرفي اني اخسر رجلي، مستقبلي، وظيفتي. اتفضلي اتفضلي، ادي المكافأة. احمد ربنا يا ابني، قبلك كبير. لكن هيضيع. سيبيه. ثم ان انا محتاج عربية، واي عربية هسوقها لازم تبقى اوتوماتيك، والفلوس اللي هتفضل ما يكفيش اعمل بيها اي مشروع. ربنا كبير يا ابني، اشتغل محامي، انت معاك لسانس حقوق، وفي ضباط بوليس كتير بقوا محاميين. لكن مفيش حد فيهم برجل صناعيه. ثم ان المحاماه عايزه حركه كل يوم، ما بين المحاكم وما بين النيابات. وبعدين انا طول عمري في السجون، ما عنديش اي فكره عن القضايا، ما ينفعش. عارفه انك بتتألم وانا حاسه بيك، لكن بكره الظروف هتتصلح. تتصلح ازاي؟ من هنا ورايح ما معناش غير المعاش، المعاش بس. وماله يا ابني؟ معاشك على معاشي من المرحوم ابوك، ونمشي على قدنا كده، وافضل بقيت عمري عالة في البيت. ربنا كبير يا ابني، بس انت ما تعملش في نفسك كده. هيحصل لي ايه اكتر من كده؟ ابوك يا امي، سيبيني بقى دلوقتي، سيبيني لوحدي، ابعدي عني، سيبيني اعملي معروف. وبعدين احنا 10، 6 بنات واربع صبيان. انا اصغرهم انما ايه، اجدحهم، محدش فالح فيهم في التعليم. بس انا سبت المدرسه من الاعداديه، ابويا شغال سواق بس بتاع مزاجه، لقيت طريق التهريب قدامي سهل، قلت ما بديهاش اشتغل في التهريب. يا ساتر. وبعدين ابدا ولا حاجه، لا عرفت اهرب ولا هرب الحاجه. طلع لي واد امين لما ايه فتح قوي، فاسني طلع ايه ابن جنيه. راويه فراق صالح. نعم ليك زياره. هي قال الزياره؟ هي قال. خذي الف مبروك. الف مبروك يا مدام راويه، الطعن اتقبل في محكمه النقد. ايه براءه؟ لا مش قوي، لسه شويه. في ايه تاني؟ القضية رجعت محكمة الجنايات وهتنظر من جديد. تنظر من جديد؟ يعني ايه؟ يعني يتحكم عليا تاني؟ من ناحية تتحكم عليكي ممكن، لكن بقولي سعادتك ايه؟ ما تقلقيش، طالما أنا حطيت إيدي فيها بإذن الله، بإذن الله براءة. كفاية بقى، كفاية. تعمل لي البحر طحينة، حرام عليك. أنا آسفة يا أستاذ عزت، عصبي تعبانة، عن إذنك.
الحمد لله على السلامه يا سعاده الباشا. سعاده الباشا الحمد لله على السلامه يا باشا. ازيك يا عمر؟ بقالك اكتر من سنه ما حدش بيشوفك في النادي. معلش ظروف بقى يا عمر. الله يجازي ولاد الحرام، ولا حول ولا قوه الا بالله. ربنا يخليك يا عمر. صباح الخير. ايه مش مصدق؟ لا صدق يا حازم بيه، ولا تحب اقول لك يا سياده المامور؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ الحكم الاولاني اتنقض والتاني طلع براءه. يبقى اكيد واحد منهم غلط. خلاص احكم انت. حكمي انا مش كفايه؟ يا ترى لو كنت لسه مامور السجن وجالك الحكم ببراءتي كنت اقتنعت بيه؟ انت عرفتي ازاي ان انا هنا؟ من آية والحاجة في البيت. دخلوك ازاي؟ الحاجة عمرها ما شكت فيا. حازم انت عارف ارتباط آية بيا وحبي ليها. انت عايزة مني ايه بالظبط؟ عايزاك تصدقني، عايزاك تتأكد ان انا بريئة وان انا كنت مظلومة. عايزك انت اللي تحكم ببراءتي مش المحكمة. وايه اهميته؟ ان انا محتاجة لك. صعب دلوقتي، حاجات كتير قوي اتغيرت، خلاص مبقاش ينفع. انت فهمتني غلط، انا عايزك تساعدني. انا مش عارف حتى اساعد نفسي. حازم مش انت اللي تقول كده، انت طول عمرك راجل واقوى من الظروف. ممكن تيجي معايا مشوار صغير؟ على فين؟ ما تخافش مش هخطفك. انت خرجتي من السجن امتى؟ بقالي مدة بس ما حبيتش اجيلك الا لما وقفت على رجلي. قصدك لما احتجتيلي؟ الاثنين. ممكن تيجي معايا؟ قلت ايه؟ يلا. مصنع ملابس؟ انت جبتي فلوسي كلها منين؟ ما خبيش عليك، بعت كل اللي حيلتي، البيت والعربيه والصيغه، مكان الخياطه جبته بالتقسيط. وانا بقى داخل ايه في كل ده؟ مستعجل على ايه؟ هتعرف كل حاجه. اتفضل معايا. سكر. يا لهوي قرعوش. قرعوش؟ انت مسميني قرعوش؟ وانت بقى زيك يا ما تقولش يا مذنبه، خلاص كفاره اسمي خدامتك سكر. فاكرك يا سكر، فاكره ضيتك كويس كمان. لا دي سكر بقى صنايعيه هايله، مش ناقص غير الراجل اللي يقدرها ويفهمها. ايه ده ايه ده؟ اتفضل. اتفضلي. هاديه. افندم. ازيك يا هاديه؟ انا لسه فاكرك. ضرب افضل الى موت. كانت لحظه ضعف وبندم عليها. اتجوزتي هادي ولا لسه؟ لا توبه. ايه يعني مش ناوي تتجوزي ولا ايه؟ حرام عليك يا سعاده البيه، ده انا مصدقت اخدت افراج. اتفضل معايا. شدي حيلك. امان انا ما شفتكيش قبل كده. لا انا جيت بعد ما حضرتك مشيت. ودخلت السجن ليه؟ قتلت جوز امي، حاول يغتصبني، اخدت 6 شهور رجعنا عن النفس. مبسوطه هنا؟ الحمد لله. بركه في مدام رويا طبعا. طبعا. اتفضل. شدي حيلك. اتبهدلنا
افتكر واحده زيها لو كانت عايزه ترجع للطريق التاني كانت هتكسب اكتر من اجرها هنا في مصر، ولا ايه رايك؟ الاربعه اللي انت شفتهم هم اللي خدوا افراد السنه دي، والباقيين اكترهم سوابق. اعمل ايه؟ اصل اي مصنع لازم هيطلب منهم شهاده حسن سير وسلوك. على العموم انا ما بشغلش اي واحده فيهم الا اذا حسيت انها فعلا عايزه تكون. مش يمكن احساسك ده يكون غلط؟ ما تنساش ان انا كنت عايشه معاهم وعارفاهم كويس. اتفضل. دي عايزه تعملي مصلحه اجتماعيه ولا ايه؟ السجن ما فيهوش مظاليم بس مليان غلابه. ما تنساش ان انا كنت عايشه في وسطيهم وحاسه بيهم. الظروف هي اللي غصبت عليهم، لكن لما تمدد لهم الايد الحنينه اغلبهم هيعوضوها. السجن ما بيخرجش ملايكه، اللي بتدخل السجن مغمضه بتخرج منه مفترسه، ومين عارف يمكن يبقى وراها مجرم ولا عصابه مستنياها. بكره تشوفي، ممكن يسرقوكي ويعذبوكي ويدخلوكي في متاهات ومشاكل انت مش قدها. اتحداك ما تصدقيش كل واحده تقولك هتوب. مين عارف يمكن تكون واخده الشغل هنا في المصنع ستاره، تخبي وراها بلاوي كتير قوي بتعملها في السر، زي تجارة المخدرات مثلا. مش يمكن اكون انا عامله المصنع ده ستار، وانا في الحقيقه بتاجر في المخدرات. ها ايه رايك؟ لا. وايه دليل البراءه؟ احساسي. الكلام ده من قلبك؟ لكن ما قلتليش انت عايزاني اساعدك في ايه؟ عايزاك تبقى معايا في المصنع، عايزاك تبقى المدير. يعني عايزاني اشتغل موظف عندك. حازم انت الامتى هتفهمني غلط؟ ادخل شريك بمجهودك. حازم من فضلك عايزاك تحميني وتساعدني على الخير. وانت منتظرة مني رد دلوقتي؟ هتفكر في ايه تاني؟ راوية حكيتي على كل حاجة، وانت يا ابني لازم تعوضها عن اللي عملته فيها وهي في السجن. ايه اللي انا عملته فيها وهي في السجن؟ انا عملتها كمذنبة محكوم عليها في جناية. لكن دلوقتي بعد ما اتأكدت من براءتها لازم تقف جنبها علشان خاطر ترضي ضميرك وعلشان ترضيني انا كمان، وانت عارف كويس قوي ان انا وبنتك بنحبها. جون وين؟ إيدي مورفي، ألان ديلون، ميكي رول، وودي آلن، شون بيت، مارلين مارول، ووف جومبر، فين أستير، كيم بلينجر، كوكتيل برو، أبروكا براك، سيفاستر لو، فين أسوشيت، مارلون براندو، وجين سي. تيجي نرقص؟ ما تنسى الموضوع ده بقى، هتقلبها نكد ولا ايه؟ يلا يلا. المزيكا حلوة قوي، الليلة كلها حلوة. فاكر أيام السجن؟ دي أيام مش عايز أفتكرها خالص. ليك حق، ما كنتش بصعب عليك. أنتِ أكيد كرهتيني أوي.
حاولت ما قدرتش. طب ما تيجي نغير الموضوع ده. ما تيجي نغير المكان كله. أنا طالع جلسة يوم السبت الجاي. قال لك حسن خليهم يتصرفوا وزي ما اتفقنا. لا 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 لا، أنا الكلام ده ما يدخلش دماغي أبدا. لو إيه؟ فتحت مصنع جديد وعينة الضابط مدير ليه ورايحة وجاية معاه للنهار. تقوم ما تجيش تزورني ولا تعمل معايا واجب؟ هي يعني سألت على مين لما هتسأل عليك؟ ولاد الرجالة اللي اعتلموا البوليس مع المعلم، ما شافتهمش بقرشين؟ هي حاسة بحاجة، دي ولا كأنها تعرف حد. وأنت ما تكلمش معايا ليه؟ أني معاني بصراحة كده يعني خفت لما لقيتها نايفة على الضابط. هو أي نعم طلع معاش، إنما واصل ويعرف ناس كبارات. ماشي يا راوي يا بنت المعلم فراج والمعلمة عطا. ماشي. عبدو. جاهز. جاهز. خليك عادي. اخبارك ايه دلوقتي؟ الحمد لله، كنت قاعده مؤقتا عند جماعه قرايبي ودلوقتي لقيت اوضه كده جنب المصنع. لكن اقول ايه بقى؟ ايه في ايه تاني؟ صاحبه الاوضه عاوزه 200 جنيه مقدم، وقال ايه حد يضمني من المصنع. خلاص يا ستي انا هضمنك. انت؟ ايوه. مش معقول. وانا كمان هديلك ال 200 جنيه، واذا فضلتي ماشيه مظبوط هديلك مكافاه كمان، ايه رايك؟ عليا النعمة انت راجل جدع، لو انك ياما طفحتنا الكوتة. ايه مش اللي بتقولي عليها يا رنوش؟ انت اكيد عايزة حاجة، في ايه بقى تاني؟ ما تحرمش. حضرتك ناقصك حاجة تانية بقى؟ مش فاضل غير العريس. اه انت العريس ده هو اللي هيجننك. صباح الخير. صباح النور. هو دي مش شركة مصر توان للملابس؟ ايوه. طيب حازم باشا موجود؟ تمام. انا رزق محمد عم موجود. هو انت رزق؟ ايوه انا رزق. طلب في قسم التشغيل جوه. في قسم التشغيل جوه؟ ايوه. الله يخليك يا باشا. انا جبت لك خيط اسود لان كل دول كحلي هنا. وبعدين الخياطه ما كانتش كويسه المره اللي فاتت. ها؟ وعايزين نطبقها كويس زي كل مره. حاضر. رزق. تمام يا سعاده الباشا. ازيك يا رزق؟ صباح الفل يا باشا. ازيك يا رزق؟ الحمد لله كويس. اخبارك ايه يا عم؟ كويس ازيكم؟ ازيك يا رزق؟ الحمد لله. ايه لابس مدني كده ليه؟ عندك اجازه ولا ايه؟ لا يا سعاده الباشا انا خلاص وفيت مده التجنيد بتاعتي وبدور على شغل. كده رزقك في رجليك. اسمع بقى، احنا اشترينا عربيه صغيره بننقل فيها الحاجه دي كلها، ايه رايك تشتغل عندي سواق ب 150 جنيه في الشهر؟ بكام يا سعاده الباشا؟ 150 جنيه. 150 جنيه حلوين. ربنا يكرمك يا سعاده الباشا ويكبر في خاطرك ويخلي لك الست الحاجه والاموره الزغنطوط. الله يخليك يا رزق، وخليك مع البنات دي، خد بالك منهم. ها بس ابعد عن البت دي، بتدور على عريس، خد بالك. ازيك يا رزق؟ عامل ايه؟ كويس انت كويسه يا سكر. وبعدين؟ انا مش عارفه ليه حازم اتاخر لغايه دلوقتي. ما تقلقيش، هو كده من يوم ما مسك المصنع ست اشهر دلوقتي وهو يخرج الصبح ما يرجعش غير اخر النهار. بس مش عايزه احكي لك بقى حال المصنع ايه. الحمد لله الانتاج زاد والمكسب اكتر. المهم ان بابا خلصنا، بقاش حزين ولا متألم، ورجع بابا اللي بيحبني وبيبوسني ويضحك معايا زي زمان قبل الحادثه. اهو جه. اهلا. ازيك يا حبيبتي؟ كمان واحده. لا انت طماعه قوي. كمان واحده هنا. ايه الشهاده دي؟ ايه الحلاوه؟ ايه ده الفستان ده جبتيه امتى؟ تنطراوي يا تنطراوي هنا؟ طب مش تقولي لي من الصبح ده؟ اهلا بابا يا هاني. اهلا يا حازم. ازاي صحتك؟ انا كنت فاكرك في العزبه. انا عزمتها لسبب وهي جت وجايبه لك مفاجاه. مفاجاه؟ اتفضل قدامي. انت الحكايه دي مفاجاه. ايه ده؟ ايه ده؟ دي بمناسبه ايه دي؟ عيد ميلادك يا بابا. انت ناسي؟ طبعا كنت ناسي. كل سنه وانت طيب. وانت بالصحه والسلامه. كل سنه وانت طيب يا بابا. وانت بالصحه والسلامه. وانا كمان. لا مفيش، انت كنت عارفه المفاجاه وما قلتليش. اشمعنى بقى؟ لا ايه رايك؟ حلو؟ طبعا حلو قوي. بتقول لك الترته يا سيباب. ايوه فاهم يا اختي فاهم.
نبويه بس. مساء الخير يا سعادة الباشا. مساء الخير. ايه انتوا بتعملوا ايه هنا لسه دلوقتي؟ خير يا باشا. ما بلاش حكايه باشا دي. هو احنا نقدر برضه يا سعادة الباشا؟ هترجع تقولي باشا تاني؟ في ايه؟ الناس كلها روحت قاعدين بتعملوا ايه؟ انا مش قلت لك يا باشا ان كله تمام ومية مية، مش ناقصني غير حاجه واحده بس. ايه؟ العريس؟ وما لقيتيش غير رزق؟ ايه دي الخيبه التقيله؟ يا مؤاخذه يا سعادة الباشا، انا كلمت اهلها ومش ناقصنا غير تشريف سعادتك يا سعادة الباشا. انت ماهيتك 150 جنيه، وانتي 80 بس يا باشا. خلاص هعملهم لك 100، وانت بقى هديك شهرين مكافأة. ربنا يخليك لينا يا سعادة الباشا. اعملوا لنا فرح حلو كده، واعزمي كل زميلاتك في المصنع هنا. وفستان الفرح والشربات عليا. ماشي يا باشا. دي هتبقى ليلة تيكي تيكي طم طم. تيكي ايه يا روحي؟ طم طم. لا مفيش طم طم ولا حاجة يا باشا. على عز سعادتك، على عز سعادتك يا باشا. ايه ده؟ انتوا لسه هنا؟ زلطة، محمد عبد الجواد، محمد حسني، ما في المسجون الرابع. هو لازم العربي ابن التالت وجاب عسكري التالت. والنبي يا طويش، عيش وحلاوة حبيبنا الحلوين. ازيك يا معلم صقر؟ وحشني يا معلم صقر. يلا يا راجل، يا شعلنها
الفرح كان حلو قوي. فرحت لهم قوي. بتفكر في ايه؟ بفكر في اللي انت بتفكري فيه. طب ايه رايك؟ انا ما عنديش مانع، يا ريت. طب ولو قلت لك ان انا بخطبك تتجوزني؟ بس انا ليا شروط. وانا تحت امرك. اول حاجه الفرح يبقى في الاوتيل ده. موافق. وبعدين كل زمايلي اللي كانوا معايا في السجن يبقوا في الفرح. موافق. مهم جدا تبقى السجانه موجوده كمان، دي اهم واحده. وزمايلك الظباط كلهم بما فيهم اللي قبضوا عليا. حاضر. موافق. يبقى اتكلنا على الله. بقى كده؟ ايوه انا حضرت الفرح وشفتهم بعناية دول اللي هياكلهم الدول. يعني اتجوزته فعلا؟ ايوه الجمعه اللي فاتت، هما الوقت في الاكامضي، وكمان كام يوم هيجوا هنا لاجل يقضوا شهر العسل. طب وانا؟ ما هي بقى فكرت لسه في السجن. ماشي. مش سهر سليمان اللي اتاكل اوانطة جديد؟ وجب يا معلم، انت طقم، انا دراعك اليمين. اسمع الكلام اللي حولولك، انت ترجع دلوقتي تخليك معاها خدام وغفير لغايه ما تلاقي الفرصه المناسبه، بعدين تجيني او تبعت لي، فاهم؟ واجب يا معلم، بس على الله وقتها تفتكرني. سلام يا معلمي. وبعدين يا معلمي انت رسمها ازاي؟ وبعدين يا عدو هتفهم كل حاجه. افهم ايه؟ انا مش فاهم حاجه خالص. بعدين يا زلطه هتفهم كل حاجه. خد ولع وخش عليا. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، الحمد لله على السلامه يا ست. نورت العزبه كلتها يا ست. الف حمد لله على سلامه الست الكبيره. يا اهلا وسهلا. الله يسلمك. وعروستنا الصغيره كمان. يا مرحب يا مرحب. اهلا اهلا. تعيش. امال الباشا فين؟ امال هيوصل بكره ان شاء الله. بالسلامه ان شاء الله. انا فرشت الفرش ورشيت عشان الهاموش وكفت شيء جاهز. طب خد بقى هاتوا حاجه من عيني يا ست. من عيني. بتعملي ايه وتفحتي في ايه يا حلوة؟ انت مين؟ ده عبده زلطة. صار الحمد لله على السلامة. نورت العزب. انا بقى مش عارف اقولك يا عروسة ولا يا معلمة. انت خرجت من السجن انت؟ هربت اول ما عرفت انك خرجت من السجن. ولا كنت فاكرة انك هتلهطيها ولعة لوحدك؟ خضتني. فوتوا قدامي افلغ الخزنه كلها في جتتك. ايه واموت؟
والسر يموت معايا ولا ايه؟ غلبتيني يا معلمة، نتفاهم بالأصول اهو كده. ما تبقاش تنسى العين ما تعلاش. بصراحة بقى تكتيك آخر معلمة، تفتحي مصنع وتتجوزي ظابط، يعني لا يمكن حد يشك فيك. انت فهمت غلط، انا بطلت اللون. لا فاكيها، ده الزمار يموت. اه وصوابعه بتلعب. قلت لك انا توبت. ومال يعني؟ عايزه فرضاني مش عايزه شريك، زي بعضه وماله. بس بقول لك ايه، ما تنسيش وقفتي معاكي قدام النيابة، يعني أنا لو شهدت بالحق كنت خدت تعبيدة ولسه فيها لغاية النهاردة. لو البوليس مسكني حبعبع واخدك معايا في الرجلين. ها قلت ايه؟ هات من الآخر، عايز كام؟ 10 مليون. ياه، وجاي على نفسك كده ليه؟ بقول لك ايه، المعلم درويش الله يرحمه قبل ما يموت دفن هنا في أرض العزبة 10 كيلو بودرة. يعني يسوا كام؟ 20 مليون. انت النص وانا النص. ها قلت ايه؟ انا بطلت الشغلانه دي خلاص. بقول لك ايه، انا النص وانت النص، يا بودره يا فلوس، وعندي اللي يشتري ويهربني على اوروبا اعيش ملك زماني. ها قلت ايه؟ دي بقول لك في ايدي البودره دي، انا رميتها في المصرف. نعم يا اختي، ترمي ايه؟ ترمي 20 مليون جنيه؟ عدو زلطه، ده عمري كله 20 مليون جنيه. اسكتي، ده عمري كله يا معلمة، يا بنت المعلمة عطا. بالسلامة يا معلمة، يا بنت المعلمة عطا. اهلا وسهلا يا باشا، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ايه مالك واقفين كده ليه؟ راوية خرجت من الصبح ما رجعتش لحد دلوقتي. يعني ايه؟ ايه اللي حصل؟ ان شاء الله سليمه، ما تقلقش. بقول لسيادتك ايه، ما تيجي ندور عليها بالكاريتي. طب هنروح ندور عليها، تعالى معايا. ترى ايه اللي حصل؟ سليمه الله ملهاش اي اثر. وبعدين هتلف وتقطع اوانطه، احسن لك تخلص في السليم. قصدك ايه يعني؟ انا عندي استعداد اوصلك للي خطفوه. اتخطفت؟ مين اللي خطفها وعشان ايه؟ هناك هتعرف كل حاجة، بس لو ما نفذتش المطلوب لا انت ولا هي ولا هم راح يرجعوا. من هناك شديد ومعايا الباشي. اتفضل يا سعادة الباشا. اتفضل. اهلا يا سعادة الباشا. اهلا. انا شفتك فين قبل كده؟ انا كنت بشتغل عند درويش بيه، ومن رجالة حرمه المعلمة راوية فراج صالح. معلمة؟ ابا عن جد، ابوها من اكبر تجار الصنف، امها المعلمه عطا. ايه انت هتستعبط ولا ايه؟ طب هي فين دلوقتي؟ موجوده في الحفظ والصون، بس البودره اولا. بودره؟ بودره ايه؟ البودره اللي كانت مدفونه هنا في المزرعه العشرة كيلو. اصل مش معقول تكون متجوزاك ومأكلاك الاونطه. اونطه ايه انت رخم؟ انا كمان بقول. طيب طيب ماشي، هي فين؟ موجوده. البودره اولا. طيب طيب هي فين؟ الله، ده حب بقى. ماشي زلط، افتح الباب. انت هنا يا شديد، واقفل ورانا الباب. عامي يا عروسه، سبع البرومبا وصل. صحيح الكلام اللي انا سمعته ده يا معلمة؟ انا اتولدت لقيت اهلي كلهم كده. درويش نفسه كان صبي عند ابويا. ابويا قبل ما يموت جوزهولي عشان يحميني من تجار السوق، يعني كان جوزي بالاسم وبيشتغل لحسابي. لقيت نفسي بكمل اللعبة لغاية ما قابلتك. يعني خدعتيني تاني. أنا عمري ما غشيتك، يمكن أكون خبيت عنك الحقيقة، بس أنا تبت بجد صدقني. والبودرة المدفونة ما طلعتهاش يا معلمة؟ طلعتها ورميتها في المصرف. ما بلاش اللون ده يا معلمة،
انا لسه ما مددتش ايدي عليك. ايدك ما تتمدش عليك. طالع يا معلمه.